مرحبا يا بنات، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير. ورجعت لكم اليوم في فيديو جديد، بس قبل ما نبلش في الفيديو لا تنسوني باللايك. واليوم يا بنات طبختنا هي المنزله. نحتاج 3 بنجانات، انا لاني ما بدي اكترها. هون فليفله حمراء، فليفله خضراء، وبصله، بصله كبيره. وهون هيدا حطها مع اللحمه كمان، بصله وفليفله حمراء وفليفله خضراء. وهي اللحمه حطيتها نص كيلو. رح ننزل للبصل والفلفل الحمرا والفلفل الأخضر. هون اليوم مساعدة أختي عم تساعدني. هلا رح أحط له ملح نص معلقة، أحط بهار كمان هيك نص معلقة زي كأني أضيف هيك شوي كمان. شنو خلتك اليوم ماما تجي لعندي؟ لاني ركبت لها البرادي. كم برده ركبتي لها؟ 16 برده اليوم من الطب. ما شاء الله 16 برده يا قبله. يلا الله يعطيك العافيه. شو طيب جنبه الرز بشعيريه. هلا رح انقع 3 كاسات رز. هاي وحده وهي تنتين. هلا راح اقشر كل الباذنجانات. هاي القشارة شايفين رح اعملهم لثلاث قطع هيك. راح افتحهم هيك عشان بدي احشي قلبهم. شايفين هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رح بلش اليوم. بنجانات هيك صاروا. هاي اللحمة كمان هيك تقلت. اليوم رح اعملكم 3 شغلات هيك بتعملوها برمضان وسيزي وقت تكون عندكم بنجان. هلا انا عم بعمل كمية لصحن دايركت، عرفتوا؟ هلا اشوف اشيل واصف اشيل واصف لحتى يتملى، بس تملى انا بوقف. انا هلا هذا هيك حطيته بالمصفيشة لصفي من الزيت، رح احط غزة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بقلكم بس على قد الصحن انه رح اقلب. هلا هدول باذنجان خرمتهم هيك مثل دوائر منشان عاملهم مكبل. الولاد شعب عيوه برضه. ماما 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 ما بلاي تبعت الأكل. كهنة كهنة تقوينا ما حطي بكنا. هلا كنتي واقفة عم تقريلي على كل تنتين ثلاثة. ما الله يعطيك العافية. عم تصير حلوين عن جد؟ عن جد الله يعطيك العافية. أختي أنا عم تحط لي خبزين خبزين فرق أنا قلبي. ان شاء الله بدي اقدر اوقف لك على خبزي وحده. لا وايش بتقلي لي الزيت قليل لي اختي؟ ايش شايفتي بطاطا يعني لازم يتغمر اختي؟ اخ يا اختي. جاي مع احلاها بامامي. تفضلي بامي البقر. هي تبعت هي للحق هي للبن. للبن؟ ايه.
البلاوات ما شفتها. ظبطي ظبطي البراد اختي بما انه تتلو على كل الناس للطعمين. عندي 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 لك اشتراري 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 ابو علي وين ما كمش اشتراري الله يرضى الهي. قال اشتون قليته كلياته مع بعض. خلصت التجهيزات بعد ما قليت البنجان والبندورة. يلا رح اقليها 1 2 3 4 5 يعني 5 حبايات بندورة. هون قرن فليفلة وبصلاي وقرن فليفلة اخضر وهي اللي بدي احشيها. اول شي رح افتح قلب البنجانات كلياتهم. رح اجيب معلقتين افتح هيك قلبها عشان تنحشى معي. شايفين هالطريقة كلياتها رح افتحها. هلا رح بلش احشيها. لسه بتعرفوا يا بنات لو البنجانات هيك اول كنا نجيبهم هيك صغنونات ونقليهم بحالهم ونحشيهم. يا عيني تعبوا لحمه هيك يعني يندعموا. بس هذا بما انه كتير طوال وكبار فمشان هيك انه هيتن على صغار. رح احشيهم كلهم وارجع لكم. وهلا بعد ما حشيتهم هيك كلياتهم عبيت صحن البيركس كلياته حشيتهم. هلا بدي احط فوقهم البندوره. حطيت لها ملح ورشه بهار ونقوطه زيت صغيره لاني البنجان ما شاء الله مشرب كتير بالزيت فمشان هيك انه ما بدها زيت ترجعوا تحطوا فوق عرفتوا. بس اخلص هالطريقه كلياتها غطي وشها كله بالبندوره والبصل بحطه بالفرن. وهلا رح اعمل متبل. قليت البنجان ودقيته كلياته وحطيت له معلقه لبن ونص معلقه محل ليمون ونص معلقه ملح ورشه فليفله ورشه كمون ومعلقه صغيره ثوم ومعلقه صغنونه طحينه. اذا بدكم بدل ما تحطوا مثلا محل ليمون تعصروا له عصره ليمونه. شفتوا الكميه اللي سويتها طلع لي صحنين بس طلعت عن جد طلعوا كتير طيب. ويلا ننتقل للاكله الثالثه. هلا رح اعمل شوربه بنفس اللحمه اللي سويتها. بس شو عملت قشرت بندورتين صغنونات وقليتهم مع اللحمه وبنفس المقليه عم بقلي هون الشعيريه. وهلا رح اطبقهم كلهم بالطنجره مشان اساوي شوربه. هلا بس تتقلي هاي رح اورجيكم كيف منزله هيك بالاخير صار منظره. اليوم هيك عملت لكم ثلاث شغلات منزله والمتبل وهلا الشوربه. إذا لساتكم معي لهلا يا بنات لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبعد ما خلصت قلي وخلصت كل شيء صار الزيت وصل لوينكم لفوق وصل الزيت. وحتى الطباخين وجهنا قد ما تعبى زيت صاروا يلمعوا لمع. فقلت كلهم رح أجليهم ولاية في الحيطان اللي ورا الغاز ولاية في الغاز ولاية في الصينية ولاية في كل شيء كل شيء الشباك كله رح لايفهم وكت لهم مي. وبدي استعمل هذا السائل دواء الغسيل عن جد كتير كويس وأي بقعة أي زيت أي شيء انه بطالعهم من الحيطان. مثل ما شفتوا امبارحة نزلت فيديو باخر فيديو انه قلت لكم انه علي راح عنانته وقت ابوه راح اخذ شوي عنانته وضل عنده لتاني يوم. فتاني يوم اختي جايبت لي اياه واجت لعندي وقلت لها يلا بتفطري عندي وقالت لي انه المساء بابا يرجع ياخذني. قلت لها تمام. والله فطرت عندي وساعدتني الله يعطيها الف عافية. وهون انا عم بشتغل بالمطبخ وهي برا عم تلملم لي الغرف وبتلعب مع اولادي وهيك شغلات. والله تسليت معها كتير احلى شيء. جيت لعندي من الصبح جيت مع بابا حطت راسها ونامت ما فقت للساعة وحدة. قلت لها دي قومي ايش وجاي انت تقضي عندي نوم. ام قالت لي لا والله مو هيك القصة بس راسي كتير عبوجعني يعني جد حتى ما اكلت على السوا يعني اكلت لها كم لقمة عطيتها حباية وجع راس حتى ها مشي حالها. شقد حلو انه يكون عندك اخوات. هلا انا الصراحة ما جربت شعور انه يكون عندي اخوات شباب بس انه جربت الشعور يكون عندي اخوات بنات. خليلي قلبا والله ما في احن منهم. هلا عندي اخوي الله يخلي لنا اياه وهيك عقبال ما يصير شاب وهيك شوف شو شعور الاخوات وقت بكون عندها اخ يعني شاب. ان شاء الله يا رب الله يخلي لنا اياه وهيك نفرح فيه ويضل فوق راسنا. وهلا بعد هالفيديو رح نزلكن كيف وقت رحت عند ماما. بدي روح عند ماما كيف شو بدها تطبخ لنا. هلا انا جاي عبالي كتير الكبة المشوية وبدي خبره انه تعملنا كبة مشوية لان الصراحة ما بتصير غير عندن انه مو عندن جنينة انه بنقدر نطلع ونشوية. اما هون ببيتي ما بحسن. فرح شوف ماما رح تعمل لي كبة مشوية وبس رجع عند اهلي رح صوركن كل شي وشو طبختنا انه رح تكون عند اهلي تمام. قلت لها هي جلدتها بالسلوفان قلت ما ترجع تتوسخ لانه يعني بغير السلوفان هيك عرفتوا. ونشفت هدول كمان صار عبضوا شايفين. هلا بس ضل علي اطبخ الرز.
والشوربة كمان لا تنسوا. بس رح طبق الجلي أول. هلا هدول هيك زبطوا معي، طبقتهم هيك يعني شلون من كان. طلع هلا طبقة وهي بالفرن رح حط لها معلقة مية فرنجي. هلا رح حطها، هلا عبيتها مي ورح روبة حتى تذوب. رح اعمل الشوربة. اول شي حطيت الطنجرة، هاي اللحمة شفتوها زادت، لها بصلة وفليفلة وبندورة حطيت لها بالاخير، وهي الشعيرية كمان قليتها كلها. انا ساويت الكمية قليلة، حطيت شو اسمها كاسة شاي صغيرة شعيرية، عرفتوا ملات كاسة شاي. بما انه كلهم مستويين رح بلش حط لها المي. هاي كاسة وهي التنتين وهي ثلاث كاسات. لسه لو في فطر كمان بتطلع اطيب. هلا انا رح احط لها مكعبين ماجي لاني ما حطيت لها ملح ابدا. ما احلى يا بنات وقت بتخلصي حوسه وطبختك كلياته مع بعض. هون الشوربه حطيت لها ظرف اندومي بالاخير بعد ما استوت الشعيريه على الاخير، وهون المنزله كمان خلصت واستوت وصارت البندوره كلياتها مقمره. جانا رمضان جانا ونبهنا بهلاله، جانا وهلا هيك التجهيزات يا بنات، خلصت كل شي على الوقت وكل شي كان جاهز، وكان الاكل كتير طيب رغم انه صايمين، بس عن جد طلع الاكل كتير طيب. بس شوي المنزلة كان ناقصة شوية ملح. هاي الشوربة هيك بالاخير بعد ما استوت حطيت لها على وشها شوية بقدونس وطلعت والله كتير طيبة. وقال لي ابو علي عن جد كتير طيبة، يعني حتى الصحن انه خلصناه كله عاد ما لا طيبة وخفيفة، انه مو مالهاش هيك دسم، كتير طلعت خفيفة وطيبة. وان شاء الله صحة والف هنا على قلبن. اختي صح سوت معك طيب، بس بلاش سوت لي بالمطبخ. هيك اختي يلا قومي لملمش هيك ملا يلملم. انا وانت يلا شوفي يلا انا وانت نعمل هيك وكتير تخلص الدنيا قايمة مو قاعدة. هلا شو مش قد ما طولت جاهزة ما لقيت لنا من غير الجلي. هلا بحط الجلاية كلها هون، طبقنا كل شيء بالجلاية. الجلاية عم بتولول ولولية ولولية عدنا عم تحتل الغراض مش طبيعية. هلا عم حطها وقفت على الجلاية. لمت المعالق انا اول شيء اجليهم اغسلهم، لاني شو لاني ما بقسى على الجلاية، فسحبت المعالق كذا شيء مع ايدي يعني. مضبوط. انا عم بساوي الشاي برأي حاسته نشيله ونحطه هون. صهري جاب نعم اخير خلصنا. هيك حضرت قعدة انا واختي، انا ساويت قهوة، لالي ساويت قهوة، ولالا ساويت فراتشيه. قلت لهم طريقنا معبية قلبي يلا عشان ما نرجع نسكين. ولهون حبايبكم وصلنا لاخر فيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم وانبسطتوا معي بالنهار. يوم عيشكم معي من وقت ما فتحت عيوني لحد ديت السحور، بس ما سوينا سحور لاني ما اجى على بالي انه نتسحر، يعني الحمد لله كنا شبعانين على الاخير. وبحبكم كتير، لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس.